أقسم بالله العلي العظيم أن لا أخون وأن لا أساوم وأن لا أبيع قضيتنا ولو على حساب حياتنا. عاش الوطن وعاش الريف ولا عاش من خانهما. شو هي اسمه؟ شو اسمه؟ شو استعد الشهادة في أي لحظة؟ ولكن قال لكم الله إنه تعيش بحرية كرامة والعدالة الاجتماعية. والله ثم لله ورب العزة وجلاله ما لك أعتقد أن ناصر الزفير دوري هامين. فآخر شيء يمكن ربما التوقع الثاني ناصر الزفير يعاهد الله سبحانه وتعالى أولا وعاهد يشكم حنيه ثانيا أنه إذا ما تحقق الملك المطلبي فكل شيء زي ما بيبشر.